متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من قناتنا منارة الثقافة، والذي سنتحدث فيه عن السلطانة ساتي بيك، وهي الأميرة المغولية ابنة محمد ألجايتو ثامن الملوك الإلخانيين في إيران، وأخت الملك أبو سعيد بهادر آخر ملوك الدولة الإلخانية. ولقد رفعت ساتي بيك لتجلس على العرش اسميا وسكت العملة باسمها، إلا أن ذلك كان لفترة قصيرة جدا قبل أن نستطيل في الحديث عن هذه السلطانة. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو وترك تعليق فيه رأيك أو طلبك. عاشت السلطانة ساتي بيك ما بين 1300 و1345، أي أنها عاشت 45 عاما، وهي من حفيدات هولاكو وأرغون. كانت أختها دولاندي خاتون متزوجة من القائد والأمير شوبان، وإثر وفاتها طلب هذا الأخير وهو زوج أختها من أخيها أبي السعيد أن يزوجه إياها، وبذلك تزوجت ساتي بيك من زوج أختها شوبان. ولقد نتج عن هذا الزواج أن أنجبت هذه الأخيرة ابنها سرجان. إثر ذلك دب الخلاف بين أخيها أبي السعيد وزوجها شوبان، وقامت الحرب بينهما. ولقد هزم السلطان أبي السعيد زوجها شوبان وقتله، فيما لجأت هي إلى أخيها مع ابنها. وجدير بالذكر أنها تزوجت المرة الأولى من شوبان سنة 1319، أي وهي في 19 من عمرها، وأنها ترملت منه سنة 1328، أي بعد 9 سنوات من زواجها، لتتزوج بعد ذلك ب8 سنوات، أي سنة 1336، من الإلخان أرباكاون. وكان زواجها الثاني إثر وفاة أخيها أبي السعيد بهادر، والذي كان سنة 1335. ولقد تحدثنا في فيديو قديم عن وفاة هذا السلطان الغريبة، حيث أن زوجته بغداد خاتون هي التي قتلته وسممته، وذلك أثناء قضائه الليلة معها. وربما ننشر فيديو آخر جديد عن هذه الحادثة وعن بغداد خاتون وأبي السعيد بهادر. المهم، عندما مات هذا الأخير ولم يترك وريثا، تفككت الإلخانيات وبدأت الحروب بينها من أجل الحكم. وفي تلك الأثناء، أي سنة 1336، تزوجت من هذا القائد والذي هو من نسل هولاكو، إلا أنه توفي في نفس العام. إثر ذلك انحازت ساتي بيك مع ابنها إلى حسن بوزورك، وتم تعيين سرجان حاكما على كاراباخ المعروفة بأذربيجان حاليا. إلا أنه بعد ذلك قامت الحرب بين حسن كوجيك وحسن بوزورك، وهزم هذا الأخير لتتخلى عنه ساتي بيك وابنها، ويقومان بالاستفادة من الروابط العائلية والانضمام إلى حسن كوجيك، حيث أن هذا الأخير هو قريب شوبان زوج ساتي ووالد ابنها. ولقد قام حسن كوجيك سنة 1339 برفع ساتي إلى الحكم، وسميت بالسلطانة الفاضلة ساتي بيك. إلا أن حسن كوجيك اقتنع بعد ذلك بأن النساء لا تصلحن للحكم، وأجبرها على الزواج من مرشح آخر هو سليمان، والذي عينه ملكا بدلا عنها. وهكذا انتهى حكم هذه المرأة الذي لم يبدأ فعليا بل اسميا. ولقد قامت بعد ذلك الكثير من الحروب، وتوفيت هي وزوجها بعد حوالي 5 سنوات. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي.